عسلامة ومرحبا بكم في نخبة. أنا أميمة باش نفهمكم السيونس إن شاء الله، واخترت أني نبدأ بأول فيديو معكم اللي هو ريغيلاسيون دي لا بريسيون. دونك باش نفهمكم الدرس على بارتيات باش ما يكونش طويل الفيديو، ومن بعد إن شاء الله باش نحط لكم فيديو آخر فيه دي زيكزارسيس كوريجي. باهي، ريغيلاسيون دي لا بريسيون ارتيريال. قول القائل شنو هي ريغيلاسيون دي لا بريسيون؟ لي بريسيون بالدارجة نتاعنا هي التونسيون، وشكون منا ما يعرفش التونسيون؟ التونسيون هذه كيما تطلع وتنجم تهبط زادا، دونك لازمنا نريغلوها. دونك كيما أي حاجة نعرفوها جديدة لازم نعرفو النوسيون نتاعها، والنوسيون نتاع لي بريسيون هي الفورس اكزيرسي بار لو سون سور لا باروا دي زارتير. ارتير هكا منين جاية كلمة ارتيريال، والفورس جايه منه كلمه ابريسيون، دونك هو الضغط اللي باش يعملوا الدم على البروان بتاع الشرايين بتاعنا. به كيما اي كونستانت بيولوجيك، البريسيون هذه عندها زوز فالوريت تطلع وتهبط بيناتهم. لي دو فالور هذا واحد ماكسيمال الى تر باش يكون مينيمال. الماكسيمال هذا والا اسمه بريسيون سيستوليك، لازم ما يفوتش 12 سنتيمتر دو ميركور اللي هي لينيتي انترناسيونال نتاع التونسيون. سنتيمتر دو ميركور والا زاد مليمتر دو ميركور اللي هنا باش تولي 120 كان حسبنا بالمليمتر. دونك البريسيون هذه تعبر على البريسيون اللي تصير بوندون لا كونتراكسيون فونتريكولير وقت الانقباض نتاع القلب، تصير البريسيون هذه والانقباض هذا اسمه سيستول. دونك العكس نتاع الانقباض هذا باش يصير ريلاشمون كاردياك. الريلاشمون هذا في بريسيون اخرى اللي هي لي بريسيون دياستوليك، وقت اللي القلب تصير ريلاشمون باش يوصل يهبط لدرجة انه يوصل ل 8 سنتيمتر دو ميركور، وما لازموش يهبط تحت على خاطر هذه الفالور مينيمال في البريسيون دياستوليك. معناها وقت اللي يصير الدياستول ما لازمش الكور يهبط اقل من 8 سنتيمتر دو ميركور، سينون الانسان هذا يولي عنده هيبوتونسيون. كيف في الكونتراكسيون ولا سيستول ما لازمش وقت اللي يصير انقباض ما لازمش القلب يفوت 12 سنتيمتر دو ميركور، سينون الانسان هذاك يولي عنده هيبر تونسيون. باه نجيكم هنا ونشوفوا عندنا تصويره نتاع واحد قاعد يقيس في الدم. يقيس في الدم بشنو؟ بال هذا اسمه تونسيومتر. التونسيومتر هذا باش نقيسو به، دونك هذا براسار غونفلونابل. البراسار هذا باش نبداو نضغطوا بيه على اليد نتاع العبد هذا بالبوار هذه دو غونفلاج. باه وقت اللي باش نضغطوا باش يبان لنا هنا هكا التونسيون نورمالمون باش تبان هنا في المانوميتر، وباش نسمعوا تدفق الدم بالستيتوسكوب. باه دونك هوني باش يبدا الطبيب بشويه بشويه يغونفلي لك في البراسار، يغونفلي غونفلي غونفلي دو تيل فاسون لي زارتير كيما لاحظوا في الفوتو ا يصير لهم كومبريسيون باش يضغطوا على الاخر. وقت اللي باش يضغطوا الدم ما عادش باش يتعدى كيما تشوفوا هنا، تقطع الدم ما عادش يتعدى او ابيض هنا. دونك هوني وقت اللي صار نقولوا احنا هذه كومبريسيون ماكسيمال ما عادش نجم يكومبريسي اكثر من هكا على ايدك، دونك هوني البريسيون تاع البراسار باش تكون اكثر من البريسيون ارتيريال. في اللحظه هذه الدم باش يتقطع ما عادش باش يتعدى، والطبيب ما هو باش يسمع حتى شيء بالستيتوسكوب، خاطر كيما قلنا بكري الستيتوسكوب باش يسمع بها جريان الدم ولا تدفق الدم به السرعه نتاعو. دونك في اللحظه هذه وقت اللي يصيب ما عاد يسمع في حاجه شيء الطبيب باش يصيب البوار. وقت اللي باش يصيب البوار البراسار باش يدي غونفلي، وقت اللي باش يدي غونفلي بشويه بشويه زاد مش تو دانكو، بشويه بشويه باش تبدا ايدك تترخف. كل ما تترخف كل ما لي زارتير باش يرجعوا عاديين والدم باش يرجع يتدفق. وقت اللي الدم باش يرجع يتدفق هوني الطبيب باش يولي يسمع في بروي بالستيتوسكوب. البروي هذه هي الكوز نتاع هيك التدفق نتاع الدم باهي، والفالور هوني اللي باش يقراها الطبيب بالمانومتر هي الفالور ماكسيمال دي سيستول. دونك هوني في الثالثه سي بون
لي بريسار دي غونفل على الاخر. دونك وقتها شو باش يصير؟ باش يرجع الدم سي بون، يرجع يمشي كما تشوفوا هنا. هنا رجع بشوي بشوي، لي زارتير راكم مازالو كومبريمي شوي. هوني كما لاحظوا لي زارتير سي بون رجعوا كما هما. في اللحظه هذه الطبيب باش يولي يسمع، اما ما عادش البروي عمال ما تمشي سي ديسباري. دونك في اللحظه هذه الطبيب باش يعمل، باش يقرا الدياستول. دونك وقت اللي صاي ما عادش يسمع في حتى بروي، دونك راه صار الريلاشمون، صار الدياستول، باش يقرا الفالور مينيمال ويقول لك كيما تعرفوا ديما يقول مثلا 12 على 80، معناها هكا 12 هي الفالور ماكسيمال و 80 هي الفالور مينيمال، كيكا يقراو الطونسيون. اوكي هذه الدياستول والسيستول. باهي هوني باش نعمل كونكليزيون صغيره. البريسيون ارتيريال هي شني؟ هي كونستانت بيولوجيك فاريابل او كور دين جورني. اش معناها فاريابل او كور دين جورني؟ معناها الطونسيون ما هيش كونستانت نهار كامل، كيما تنجم تهبط لك كيما تنجم تطلع لك. واحد يتغشش والا ما نعرفش انا ستريس هكا في وسط النهار نجم تطلع له الطونسيون، وقت اللي تطلع له الطونسيون مش باش تقعد نهار كامل طالعه اكيد. يقول لك واحد برد برد وجهك وارجع. يقول القائل كيفاه طاحت الطونسيون؟ كيما قلنا الطونسيون هي كيما اي كونستانت بيولوجيك، باش تصير لها ريغيلاسيون اوني دخلانيه. البدن وحده وحده كيف يتغيروا لي كونستانت نتاعو يصلحهم. دونك توت بيرتيرباسيون هذا سون رابيدمون كوريجي، سي كي كونفيرم انه فما دي ميكانيزم ريغيلاتور في الكور. لي ميكانيزم هذا سي سون دو ميكانيزم يكونوا كومبليمونتير، معناها لازمهم يكونوا مع بعضهم. دونك ميكانيزم الاول هو النيرفو، خاطر كيما نعرفوا مادام ذكرنا انه الكور ميسكل دونك فما ريلاشمون كونتراكسيون، معناها باش نحكيو على الميكانيزم نيرفو، ومادام نحكيو على الدم دونك باش نحكيو على لي زورمون. دونك الميكانيزم الثاني هو الميكانيزم هرمونال. باهي تو نتعرفوا عليهم ان شاء الله لي دو ميكانيزم هذا. نبداو باول ميكانيزم اللي هو الميكانيزم نيرفو. باهي انا هوني باش نعمل لكم ريكابيتيلاسيون علي باش نقراوه في الميكانيزم نيرفو. به التصويره هذه باش تصاحبنا في الميكانيزم نيرفو ديما. دونك لازمنا مش كان في الميكانيزم نيرفو نورمالمون باش تصاحبنا درس كامل، دونك لازمنا نحفظوها ونعرفوها. به البريسيون ارتيريال كيما اي ريفلكس اوني عندها دي زيليمون ما لازمها ما لازمهمش يغيبوا، اللي هما كيما نعرفوا قبل حق ما نقول لكم على لي ميكانيزم. دونك هوني عندنا الشيما نتاعي ما لقيتش تصويره فيها لي سنتر في بلاصتهم، دونك حطيت لكم البلايص وحدهم ولي سنتر وحدهم. اما تنقول لكم عندنا في البول براشيديان باش يكون فما سنتر بولبير وسنتر فازو موتور، هذا نزوز بلاصتهم في البول براشيديان، والسنتر ميدولير الوحيد اللي هو بلاصته في المويل ايبينير. باهي توا نبداو كيما قلنا لي زيليمون. لي زيليمون كيما اي ريفلكس اني اول اليمون لازم تكون فيه هو شنو؟ هو الريسبتور سنسوريال المستقبل الحسي باش ياخذ الميساج ويحاولو. دونك الريسبتور سنسوريال عندنا هوني هما لي بارو ريسبتور، هذونا لي بارو ريسبتور تلقاهم موجودين هوني في الزون هذه. دونك لي بارو ريسبتور هذون باش يتلقاو الميساج وباش يحاولوا اون موديلاسيون دو فريكونس دو بي ا باش يتحول على دو نير هذون اللي هما لو نير شكونهم افيرونت. دونك لي نير افيرونت هو ليليمون الثاني اللي هو اي ديما عندنا اي ريفلكس فيها اول حاجه المستقبل الحسي ريسبتور سنسوريال، ومن بعد عندنا لينير افيرونت والا نقولوا لهم لينير سنسيتيف. دونك لينير هذون اللي باش يهزوا البيا باش يهزوا الميساج من شكون؟ من لورغان للسنتر نيرفو، والسنتر نيرفو باش يكون هو ثالث اليمون معانا اللي هو سنتر نيرفو. هنا هو سنتر بولبير. دونك سنتر بولبير هذا عنده دو سنتر اخرين
اللي هما لي سنتر باراسمباتيك و سنتر سمباتيك ولا اورتو سمباتيك. باهي سنتر بولبير هذا عبارة ان هو باش يهز باش يوصل له الميساج وهو اللي باش يفرقه على لي دو سنتر هذونا سمباتيك والباراسمباتيك. وكل سنتر من لي سنتر هذا عنده دو نورون باش يكونوا لي نورون هذون افيرونت كما تلاحظوا هنا لي نورون افيرونت والا نقولوا الفوا موتور لي نورون موتور لي نورون موتريس. دونك هذا لي ليمون باش يكون قلنا هذا واحد هذا اثنين سنتر ثلاثة. دونك لي فوا لي فوا موتريس باش يكونوا نورمالمون أربعة وخمسة لي زيفيكتور اللي باش يعملوا الرياكسيون اللي هو عندنا اول افيكتور هو الكو الافيكتور الثاني الارتير والافيكتور الثالث لي ميديلو سيرينال. دونك هذه هي تعريف صغير لي زيليمون تاع الريفلكس هذه وهذا تابلو صغير. دونك هاك كعررت لكم وما عررت لكم فيها باش تحفظوهم خاطر اذا بالرسمي فهمتوهم وحفظتوهم هذا دونك تنجموا تكونوا مطمنين خاطر كل شيء باش يتعاود وان شاء الله لاباس. به سيستم ريجيلاتور كما قلنا مقسوم على اثنين عن البارا سامباتيك ولا اورتو سامباتيك. اورتو سامباتيك زاد عندها اسم اخر سامباتيك. دونك كيف كيف الريسيبتور سنسوريال هما لي بارو ريسيبتور اللي هما هاكم وين موجودين في السينيس كاروتيديان والكروس اورتيك. دونك هو نفسه الريسيبتور سنسوريال للزوز راهو. به عندنا الفيبر افيرونت سنسيتيف ولا سنتريبيت. زيد اش معناها سنتريبيت؟ معناها من الاورغان للسنتر كيما تشوفوا كيما قلت لكم هنا فوا سنسيتيف ولا سنتريبيت او كبدا منين جا الميساج جا من الاورغان ماشي للسنتر. بينما العكس في الافيرونت ولا سنتريفيج ما جاي من السنتر ماشي للاورغان الميساج. دونك هذه لازمكم ما تخلطوش بيناتهم الزوز. باهي عندنا لي فيبر افيرونت هما النير دو هيرينغ اي نير دو سيون. الهيرينغ هذا جاي كما تشوفوا من السينيس كاروتيديان والنير دو سيون جاي من الكروس اورتيك. دونك عندنا هنا لي سنتر نيرفو زوز سنتر بولبير كارديو موديراتور والا سنتر عندنا بولبير ايميدولير كارديو اكسيليراتور. باه الفيبر افيرونت سنتريفيج اللي هما يا اما كانوا باراسمباتيك باش يكون النير اكس هو الفيبر افيرونت كانوا سمباتيك ولا اورتو سمباتيك هكا باش يكونوا لي تروا هذونا يا اما نير سامباتيك كاردياك يا اما باش يكون ارتيريولير ولا سبلانكنيك. الفايده لي زورغان افيكتور باش يكونوا الكور اللي هو باش يعمل برادي كاردي كارديو موديراسيون رالونتيسمون وبالنسبه النير كاردياك باش يعمل تاكي كاردي كارديو اكسيليراسيون والا نقولوا احنا اوتاسيون دو ريتم كاردياك كما قلنا. كانوا ارتير لي فيكتور باش تكون فما فازو كونستريكسيون وكان الميديلو سيرينال لي فيكتور راهو باش يكون فما سيكريسيون دو لادرينالين. دونك هذونا ثلاثه افيكتورات هوني في الجدول عندنا كان افيكتور واحد ما تسالش عاودت لكم زاد كتبت لكم هنا كيما قلت لكم كررت لكم وما عررت لكم باش تحفظوه بالكدا وتعرفوا كل واحد واللي تاب نتاعو. هوني عندنا لي ريسبتور سنسوريال زدتكم هنا الرول نتاعو اللي هما سون سنسيبل ا توت فارياسيون اسير لا ترانزديكسيون تحاولوا الميساج. باهي لي فوا افيرون هذا النصوص كل واحد منين جاي لي سونتر نيرفو الباراسمباتيك والسمباتيك كل واحد زاد وين موجود. هكا عاودت لكم تاع فاست البلبراشيديان باش تزيدوا تتاكدوا انه هذو نزوز موجودين في البلبراشيديان وكان هذا موجود في المويلي بينير. دونك عندنا الفوا افيرونت وعندنا لي زيفيكتور.